دلوقتي هنعمل العيش الناني. ناني. يلا. أقول مقاديره الأول. كوب ونص دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، 3 معالق صغيرة زيت نباتي، كوب إلى ربع لبن، مكعب زبدة وفص ثوم. هو أنت تاني حاجة قلتيها إيه؟ مكعب إيه؟ مكعب زبدة. لا اللي قبلها؟ كوب إلى ربع لبن. وقبلها؟ 3 معالق صغيرة زيت نباتي. ورجعي فوق كده. طب تاني حاجة كانت إيه؟ نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. بتدي بيكنج باودر بطريقة حلوة. يلا. ماشي. دلوقتي هنبتدي. ده شكله عايز طاسة معينة عشان كده أنت جايباها معاكي بالبيت. لا أنا بقى لا دي متعودة عليها وبت. طب أنت مولعة النار عليها عشان شكلها سميكة. لا. ماشي. يلا. طيب هبتدي الأول بالحاجات الناشفة. هنحط الدقيق. الدقيق. أيوه. أوكي. وبعدين هنحط معلقة السكر. بعدين هنحط نص معلقة بيكنج باودر. أيوه. وبعدين هنحط نص معلقة ملح. ماشي. اوكي. وبعدين اقدر انزل بالحاجات السائل بالظبط. ده ايه ده؟ ده الزيت. اها. 3 معالق. وبعدين هجيب معلقة الأول أقلب كده. خلاص. كل الحاجات البودرة مع الزيت. بالظبط مع الزيت. وبعدين اللبن بتاعي بقى هنزل شوية شوية. قولي بقى اصحابك اللي كانوا معاكي في النقطه التطبيقيه ما قالوكيش بقى انت اتجننتي هتروحي تشتغلي شيف وكده؟ كل الناس وحتى اهلي قالوا لي ازاي تروحي وتسيبي كل الكلام ده وكل درستيه بعدين تبقي شيف. بس ما قالوكيش دعوه بحد خالص خالص. دماغي كانت ناشفه بطريقه رهيبه. طور. اوكي. بس صح. لا انت بتعملي الحاجه اللي بتحبيها عشان كده هتفلحي فيها. هو انت كنت قسمه ايه في الفوتوغرافيا سينما وتلفزيون؟ طيب ما بصي قد ايه فوتوغرافيا وكتير قوي دلوقتي. ده كل الناس بقت يقول لك فوتو مش عارف ايه وتعالى نعمل لك بالظبط. وسينما وتلفزيون دلوقتي بقوا يشوفوا اكل وعيش اصلا خالص مش هتلاقي شغل فيهم. فانت في ده هو الصح. والسياحه هيبتدي تشتغل وهيبقى في فنادق كتيره. هتبقى عليكم الطلب ما حدش هيلاحق عليكم. ده بجد مش هزار. ماشي. انا بص بقى شريف هو يعني شكلها اللي هو هتقول عليها ملزقه قوي مش عارفه اشتغل بيها. هو ده الصح. بس هي شويه اول ما تبتدي تعجن هتبتدي تلم معاك. لميها زي ما انت عايز. ايوه. احنا ما عندناش اي مشاكل. خدي راحتك. ماشي. انا بحب اشتغل بايدي ما بحبش العجان خالص. والله. انا اصلا بحس ان ده ثيرابي كده الواحد وهو متضايق او حاجه. علاج. علاج. بتطلعي الطاقه. بالظبط. والاكل نفسه بيبقى احلى كده. هو في منك الاكل كده بيبقى فيه منك من طاقتك. لو عملتيه بحب هيبقى الاكل طعمه حلو. ده طبعا لازم. بحس ان الاكل بيفهم. طبعا. كده العجينه اهي. بص انا يعني هفضل اعجن فيها كده مده دقيقتين او انتوا تعجنوها لمده 3 دقائق غير ما تبقى كوره. هوريكم هتبقى شكلها ازاي. ماشي. هو ساعدك. تعالي بقى ايه اغسل لك ايديكي. اهو. لا سيبي ده انا هعمله لك. انا هعمله لك. تعالي هنا بس ثانيه واحده. ايوه. اوكي يلا ميه. اوكي. ثانك يو. يلا. كده انت معاكي واحده جاهزه. بالظبط مرتاحه. انا هسيبها ترتاح نص ساعه. قد ايه؟ نص ساعه. نص ساعه. لو اكتر من كده دافي بقى وحاجات كده ولا مش لا مالهاش علاقه. مالهاش دعوه. انت مش عايزه دي. انا دي خلاص. خلاص. اوكي. فين بقى المرتاحه؟ المرتاحه اهي. مرتاحه نص ساعه ولو ارتحت اكتر من كده مش اي مشكله خالص. اوكي. هتعمليها برده هنا على الرخامه. هنفردها بقى دلوقتي. هنفردها. حط شويه دقيق. كده. اوكي. انا هروح اطلعها. تبقى سهله. مش عايزه الزبده دي خلاص؟ لا عايزاها هدهن بيها بقى. سوري. بصوا هعملها كده زي الهوت دوج كده. خلاص. تعبان. زي تعبان. تعبان. وبعدين اروح مقطعه كده. كم حته بقى؟ هيعمل ممكن 9 مثلا. Yeah. بص انا هوريك دلوقتي بتبقى كده. ماشي. واول ما اقطعها هروح عاملاها ايه؟ كده اعملها انا بايدي دوريه عشان لما اجي افردها تبقى سهله. خلاص احنا هنعمل كده 2. هنعمل 2 بس كده. خلاص يلا افرديهم لنا بقى وريها بتتعمل ازاي. اوكي. اهي زي ما قلت لكم هنكورها كده. خلاص احط عليها شويه دي من فوق. وبعدين اجيب الفراده. وبعدين بالطول وبالعرض. بالطول والعرض. وعلى فكره النعم ممكن تعمله باي شكل يا شريف يعني مش حاجه. اوكي. تعرف بقى في الهند بيخبزوه في فرن التندور. بيبقى درجة حرارته عالية جدا. وفي ثواني. ثواني. بتبقى بتوصل 500. انت مولعه على دي؟ بس انا هحطها في النص. هتحطها لك؟ بليز. خلاص انا فردتها كده. اوكي. اروح جايه بقى الزبده والثوم. زبده وثوم. بالظبط حطيتهم على بعض وهدهن بقى. ناحيتين وش لا ناحيه. لا ناحيه واحده بس. اوكي. اهي. ايوه ده عيش الناني. هي بتكبر؟
مش بتكبر بس بتبف شويه يعني بتنفش. اوكي بالظبط كده هحطه كده. سيب بس هنا لسه ما سخنش. مش سخن؟ لا لسه شويه سيبيها شويه. اوكي امرينا كمان واحده؟ حالا. اوكي دي بعد ما قطعتها انا بايدي كده هحاول اعملها شويه دوريه عشان تبقى سهله في الفرد معايا. اوكي هي بتقعد على النار قد ايه؟ ما بتاخدش على فكره يعني. اوكي هنا رفيعه. بالظبط. اوكي هنفردها وبعد كده نحط عليها الزبده. مظبوط. الزبده بالايه؟ بالثوم. زبده بالثوم. ممكن تحطوا اي حاجه بقى برده، ممكن تحط كزبره، بقدونس، اللي انت عايزه. بس سردتها كده. ماشي. طيب احنا بقى كده هنسيب دولات لغايه ما دي تسخن. اوكي. بس. لكن لو ما فيش ممكن اعمله كده، ممكن يتعمل فرن على فكره برده. ما هي ده برده. عمل درجه حراره 180. انت بص كده من تحت. خلاص. حلو جدا. اقلبه؟ بليز. الزبده بقى مع الثوم. لا وبعدين انا هعمل حركه برده بعدها. هندهنه تاني بالزبده والثوم بعد ما يطلع. بعد ما يستوي بندهنه بالزبده والثوم.